أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل هذاك فاصل كي وحكى لسارة في بيان أحكام محرمات الإحرام. رشد كوي لغو حرمي أحكام تيدا أحكام تاسل عدين تيدا أي أفسليه. marka meeshaan wuxuu kaga jira muharramatu ihram ki aadiga ay ku toobada yar arkaan ku soo maray jirnaa oo 10 ka ahaay wuxuu jeeyay inuu sharxaad wa yaaydu marka ma yahrumu bi sabab al ihram wa yushtaradu wa hala shadi fi tahrimiha al amd iyo wal ilm iyo wal ikhtiyar iyo wat taklif iyo ala shartiha fa in tafa min dhalika du an fi wana fara tahrimat hadi amdi lawayo ay saddexda kala la helo أما علم لوايو سدح ذكر الله له هيلو. أما اختيار لوايو سدح ذكر الله له هيلو. أما تكليف لوايو سدح ذكر الله له هيلو. فلا تحريم مركز واحد تحريم من الإعلام الجلال. وأما الفدية ففيها تفصيل أخو سبحانه ذات فإن كانت من باب الإدلاء في المحل إني كانت أو دل محل يسافي ذات سدك قدر السيد إيه وقد عش جري فلا يشترط في وجوبها عمد الله مشرد ولا علم الله مشرد في ذي الوجوب كده وحن عمدي مو كسمي مص علمي وكسمي الله مشهد وإن كانت من قبيل الترفه المحل هذه الترفه خالصة إن قتنا سيدا كت الضيوب واللبس والدهن أيضا اشتريت في وجوبها ذلك الله شهد وعمدي علمي الله شهد وإن كان فيها دي تمرك مد إسقاط يهان إتلاف يترفه وحلا فيرنا ياكو غالب هذه إتلاف كو غالب يا سيدا حيرد وقلا يجرد وقلا وما شرط في وجوبها ما ذكرات هذه واحد كو قالب كاي ترفه هيين سيد الجماعة وكلان وحالة شرطية عمدي علمي ولا شرطيات ولا فدية على غير المكلف مطلقا قفا مكلفين فدية أيضا ما بصارات ويحرمها حرام على المحرم إنك حرام عشرة أشياء طبان شيء قفك محرم كوحك حرام طبان شيء كحرام لبس المخيدي مثل الطاي قس الشدي سأك حرام واد وذلك كقميص قميص أو كلا مرك الطبان كان وحلق على قاد الروح هذا وحنك خاص كوا يوح ناك تخاص كوا يوح لما ضد كده حيا لغة هذا اللي بدأ أبو صار يسنيك خاص كيو لبس المخيدي مثل الطاي قس الشدي سأك وذلك قميص أو كلا إيه وقباء قربقل قربقل وحاليا جاكدها ووينو كليو أما سيدك ميتك كوهاس جربان كنو أو إنتان عملة كاساو حاليا قرب قال لي إيا وخف خف إيا ولبس المنسوجي مثل السمي قشا شديس كدرع أو المعقود أما مثل قندي كلبت وقرأ بين ليس كلاقة قبها يعني في جميع بدني أوكو حرتاد لما أقول حرام جركيس أردن أما جزء أو كمدة بدن كيسة كمدة إنه كحر الله ما أقوله والثاني قد وكل الله أن تقضية الرأس مدح الضبور لتان كيسة حرامة مدح إلا الضبور الله ما أقوله أو أمس بعضها مدح قيب كمدة أو الضبور من الرجل إن حال وكاء هذا التقضية ديوت من حقيسة حالك بما نأوك الضبور يعد لغتريها يساترا مدوح أسطرة لغتريها وعوك الضبور وح لغتريه وح أستراد وذلك كعمامة بواعد هي ودين وابد وكلا فإن لم يعد هدان لغتره ساترا لم يضر وحده ما شيئا أو مدحة ساري أو حوي هبه شيئا ساتر له حساب لم يضر وحده ما وذلك وضع يدي على بعض الأس مدحي سقيب كميته وقعان تسارته ساتر لما ديه كانت أسعاد وكن قمازه إنو تيم بضي في ماء بيو أم بحو رح تيم بضي بيو رح قراد أسو ساسو رح ملقا أيضا وحوالي ما يسعد واستذلاله هوسيشي جيسي وايو وحو هوسيستي بمحمل محمل محمل كو أم بشق دفتات رابع وكي إلاكم مدر هذا إشيء نفق جيس كيس انت لو سمي قفك انت رح قال كورن ساسو هو الددا يا واد وإن مص ولو مص الرأس ومدحيس هوا تابت أو محمل كاس ماشي قصة ميسر هدوره ومدحيسي هتابت عليه
وتغطية الوجه وجه الدبولي دي سواء أو بعضه أما وجه قيب كميد ولا دبولا من المرأة إسلام حاجات حرامه سلاتي إلي وجه الدبوشة أو قيب كميد الدبوشة حرامه بمعنى لو دبولا يعد لو تريها ساترا لو تريها ويجب حواجب عليها على المرأة أن تستر من وجهها ما إنك أسترت ما قال الله يتأتى أن سرت قال نغنيني ستر جميع الرأس ماذا حدا ما انتي سؤال الأسترة إلا به شيء قاس إلا أسترة ما إن يعني إسلام ناكت وجهك وحيد دي كرتا أنت هدان للدين ماذا حقوق في النهاية أوصن مركة ماذا حقينه ودد مسيل الله هلو أنت أوصن كم مارمين إني راعدو أنت عسي عيدو أسترة كرتا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تيوه أنت ماذا حمرك للدين تقاهو أنت أن لقات أمين وجهك أن سي ماذا حقوق ودد إن وجهك قيب لقعونا نغيسا قيب تاس وجهك لقعونا واجب وواء أسترة كرتا أيضا ولها وحاك الأصول هذا أيضا أن تصبر إني رارع عيسو على وجهها وجهها ثوبا مرأيك رارع عيسو متجافيا كفك عنه عن الوجه وجهي كفك بخشبة يكسر رارع عيسو إيو نحوي أو أحلى مدايد ماشان أو مدح ماشان مصرك أي قلن أنبق عدد دائرة ساسو قشت ساسو قلنو عدد يقول مركي إنت مرأي إيه إنت مرأ سارت مرضى مركا يدو جيجيدو نماد دبول الموهي مرضى نساسي صرار عدا مرضى انتي كتا اغنطاي قرق عن ديرو مصر كيدا اي كسو بحسو عم عادق عم بقلين عم بوحكو نقرن هنغدي كاسو قرار عدا وعادي وقال له قولي عدا والغنثى اللبيب كنا كما سيدي قالهما قبا القاضي اوير ابو الطيب يؤمر والامرى بالستر الامرى غنثى حالي استر علي هذي عدا واللبس المخيدي نوى الامرى سوى در طلنق شال لي عدا أصير مرة وبعدين عنا أكثر الله صيبة ده. وأما الفيديو تقول أكيد مركي في ذاتك تفعل الذي عليه الجمهور إقامة وحوية أنه حال وشاني إن سترى وجه وضوء أسطر أو رأس وضوء أسطر لم تجب الفيديو ما واجب توال الشك. ماذا يسوى أسطر؟ فيديو كذا لما يسوى. أما وجه يسوى أسطر فيديو كذا لما يسوى شك يا جراد. أو إن سترهما ماذا حين وأسطري وجه نوا أسطري وجبت فيديو واجب تمركاسات. وثالث قدم كسدحا ترجيل أي تصريح الشعر مدحا تنتيسو لفوفيو يعني أول الشالي كذا سيدا سا عده المصنف ومصنف كأكوتري من المحرمات وأكوتريات وكو الله حرمه كدري لكن الذي كيف شرح المهدب أنه مكروه هو حرام ترجيل الشعر كراهي ما حرام وكذا وحال مدحا كو الشعر تنتحقي ديدا بالظفر عجل وحقا أيضا والله مدحا أيضا وكراهي واد والرابع قدوك أفران حلقه شعري تنتو أو الحيراء أو نطفه أما تنتو الاتفاء أو إحراقه أما تنتو اللقباء والمراد كان لغة دليانا وحوى إزالة شعري زولي تيزة بأي طريقنا لغة زولي كان أو هذا ولو ناسيا هوا هي الممسنة دائما بأي طريق لغة زولي ولو كان أو بأي طريق كان أو هذا لغة زولي شعري ولو ناسيا دور وهي المام هو حياة مربع دوسة ما حرام وكل عادة والخامس كان شأن تقليم الأطفال إجيها جري دوا إيه إزالتها أطفال تزولين تدوا يوم يدنا لجزولي أو رجل لغة لجزولي بتقليم جريدة لجزولي أو غير تقليم كغير كيسة لجزولي واد إلا إذا كسر إنه جاب ما هنا بعض ظفر المحرم محرم كعجديسة قيب كمدة إني جبت ما هنا أو تأذى به بعد جنا أو كل إفتاضي فله مقاس محرم كحوليه إزالة المنكسر كي جبنا الزول انتي سفقت أو خليل يعني عجد يا قيب كجبته قيبتي سوهر تا محرم ككل إبتاضي وإسكرا مستريفر يا مركز وقالوا أمر يا والسادس قد أبقى لحدنا الديب واي ديب كما هو حرام تاي أي استعماله ومعنى ديب كاستعمال كيسا حرام استعمالنا الله استعماله قصدا مقصودا أيضا لو قصد عياد بما أنا لغو استعمال يقصد منه ما حقيسة برائحة الضيب الضيب كرائحة حديثة لغة قصداد وذلك نحو مسكن أو كراء وكافور في ثوبه استعمالي وذلك بأن يلسقه ضيب كإنه كل جيوه به بالثوب على الوجه إنه كل جيوه وجهه المعتاد لغة عادية شيء في استعمال تنجيس أو في بدنه أو كو استعمالات ظاهري بدن كذلك كيس وكو استعمال أو مصابين وهو استعمالات، وذلك كاسونك أجل عندي سوالا منه أضيبه عنيه،
ولا فرق وحان فرق لين في مستعمل الديب ديب استعمال كيس وحان فرق كلين بين كوني يور رجلا أو هذا أو امرأة تمان إنه نن هذا إنه نجا هذا إيش كم يدوه أقسم كان هاي أورس لاو أو لا ما هاني نال قفهم بأورس لين نقيا نقيا قف أورس لين إيش كم يدكلي هذا وخرج وحاكو بحاي بقصد ما لو جور ألقت عليه ساسا على المحرم الريح ديما يقصوري دو او مس اوغريها لا درقي على استعمالها لو درقي او جيل واك جاءي تحريم وحرام هاشديس او نصي ام وابه المامي انه محرم فانه شان لا فيده عليه مركز واحد وحفديا لا غرو مركز ما جاب دبايلا كسو تورتي ام واب لو درقي انه استعمال اما استعمالك كجاهل نقدي ام وابه المامي انه محرم ياي وحفديا لا مره مركز واحد فإن علم تحريمه يؤقاد وجهل الفدية فدينا وكجاهل هاي وجبت فدية وواجب سات هذا هو تحريمك أقيا لكن إن فدية لقرب أوسن أقين فدية ولا قرب والسابع قد كتبت قدل السيد أقير كدري دي سواء سيدك البري برنان كلون اسمه بري سيدك المأكول هذا نلعنه سيدك بري أو برنان كجوه هذا نلعنه هذا الدين حرام وكل عوائد لكن يقول الوحشية ما كدرت إبرنانك لقد عادي جاي بجوك تموه وحلا قال بقر الوحشية وكلا لا قال صار عمل على قوات مرك شيء إبرنانك لو نسبي وقرتي وأنا اللعنة وأنا دور جوك مرك أصحو كل عي حرام وكل عوائد أو أما سقط لما كدري تنجي سواي في أصلي ما أصل كيس ما أكلون أو هذا أو من وحش آه هي وضير جميل عوائد صح معناها شيء قام وحاس كده دري مأكول البري الوحشي إيه وغير غير مأكول البري الوحشي مين بري مين بر مأكول برية أو وحشين إيه مأكول برية أو وحشية أسكت على معناه ما في أصل مأكول من وحش وكلها ويحرم حرام أيضا نقش سيده سيدك وغيرس شدي سحرام واد إيه وضع اليد عن إلا صاره علي على السيد لو دجيو ان لم ملكيو الا غدا وانا ايو تعرضو بمحيتان لجزء لو بنبخو ايو شعريتنتيس ايو ريشي والكيس واد انت بحرام ولا ما وثامن قدك ستحد سديدات عقد النكاح نكاح غونديس فيحرم وحا حرام على المحرم كحرام ان يعقد النكاح نكاح انه غنت لنفسي او عقد واد نفتيس انه نكاح وعقد حرام او غيري لغيري انه عقد لما حرام بوكاله او عقد او ولايه او عقد لما غرات غير كينكو محرك ريو أسونا محرك ريو والتاسع قد أكون سقالت الوضع وضيق وأو من عاقل قف عاقلك آداد مكلف عالم أو هذا عالم بتحريمك عالم سواء وحاسما جامعة جماعية في حج جماعية أو عمرة جماعية في قبول جماعية أو دبر جماعية من ذكر حال أو كآد أو أنثى كآد زوجة كآد أو مملوكة أو أجنبية عد أو جماعة عد يرتا نغتا ذكر نغتا أنثى نغتا زوجة نغتا مملوكة نقطة أجنبية نقطة مربها دو عاقل عالم بالتحريم وياه حرام وكل عوائد والعاشر قد كتبنا أن المباشرة تباشر الدواء فيما ألقى الباشري دون الفرج فرجي كسكايا وذلك كلمس تابشدي وكذا وقبلة دونك شدي بشهوة نكو تابتان بأكل دونك دواد أما المباشرة بغير شهوة فلا يحرم أيضا ما ذكري حرام ها مركزات وفي جميع ذلك كل مركب محرمات كدمات وضع السابقة أي وحاوة ما يشهد شغل كذا اسكاق ورحية وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة محرمات كدمات وضع السومري السابقة أي سهر مرين الفيديو آهات فيديو آل اسكاق وسيأتي بيانها بيان الفيديو نوى نوى ما الدنيا آهات والجماع المذكور جماعي لصوشي تفسد به جماعي العمرة يكوف سهادي سأل مفردة إلا كالي يلاد عمرة كالي يلاد وكوف سهادي وأما التي دو في لمن حج حج قديس كسقناته أو في قران بسبب قران أهاته وعمرة على قال الله عمر حج كل حج بسبب القران فهي تابعة له حج كي راعي صحة من جهة صحة هذه حج عن صحانة حج كي راعي وفساد من جهة الفساد أدو فسادنا فساد كي راعي صار وأحد حج كاسي أو نقض صحيح صحيح نقض أدو فاسد نقض فاسد نقض وأما الجماع جماع مياه فيفسد وحكوف سادة به بالجماع الحج وكوف سادة حجك قبل التحلل الأول هذا وايد تحلل الأول وقتي وهاي سد حديد الله والله قسمه تحلل الأول ولا قاتمينه رمي حلق يضاف دو سد حصل وكمين قسمه تحلل الأول وهلاد
مركه هذا كل كان جماعه وسمي اصلا سدح دي هلكا سمي عمل او سمي مركه ما دام الله سدح دي الله كم الان له انت حل الاول وصديعين جماعه وفساد حجك يا فساد بعد الوقوف حاله وهذا او مس قبل الوقوف حاله وهذا لا صوت هاجر حلقه قد وافقوا اني انسحام وقوفك وحرمت اما الجماع جماع مياه بعد التحلل الاول هذا فلا يفسد الحج به كف فساد الا عقد النكاح نكاح العقد ما ان اوف انه اصول لا ينعقد باب كنت من وما انسي ولا يفسد حجك ما فساد الا الوضع وضع انه كف فساد ما ان في الفرج الوضيء بغلاف المباشره غلاف في غير الفرج لا غلاف باشري مهاجر فان مباشره لا تفسد ما فساد سواد مباشره في غير الفرج وحما فساد سيدات ولا يخرج المحرم محرم كنا بحماية منه من الحج كبحماية بالفساد وبحماية بسبب الفساد وجدا وبحماية لا صلاة مركب لجوجا حج كلا جوجا وحاك لا بدلا كلمة دا فاسد يبادل أكل بدل معه فاسد كو حج يعني لجوجو جماعي حج كي سوى سي وده هسي او واجبات اي وحيا بس اسو هلا واسي بادل كل لكن ركنيه هلا حج كان بادلو نقنا مركه ولا يخرج المحرم بحمايه منه من الحج كبحمايه بالفساد بسبب الفساد وبحمايات حج كي سو دمستراد مهاجر لان الاحرام شديد التعلق فلا يتاثر بالفساد بخلاف غيره من العبادات كالصلاه والصوم صلاه دي فساد ولا غبا حمو سادنا الله صوب بالله حج كساسما اسو فساد ادنا ولا دمستراد بل يجب عليه وحكو واجب على المحرم على المضي يتجد أكو واجب في فاسدي أو كتغو فاسد كيسو كتغو أو كسعاد وسقط في بعض النسقنا وحال عقوله في فاسدي أو رواد عداد أي النسق من حج أو عمرة وذلك بأن يأتي إنه لي ما ببقية أعماله أرغ فاسدي على النسقين كغاركو مغرق ومن قف أي والحاج حاج الذي حاج أسوف فاته حاج وقال وقوف يا كفا كذا بعرفة الإسلام وقوف بعرفة أعرف بأسين بعذر نوكو داف او غير عذر غير كيس تحلل وحلال وحد واجب نمي بعمل عمره نوكو حلال واجب فياتي بدوافن وسعي الله اماها ان لم يكن ادوسن اهان سعائن ارض بعد دواف القدوم وجد نيكا وقوف بعرفه داف اكور مر ادي وقوف بعرفه ورا وقوف بعرفه هو مقتاي ما نك سغالات بعد زوال الشمس من زوال الشمس وكسوكا قرحدو يعني دحبرتك كليحت إلى فجرك يوم النحر ما هنا نين كان يوم النحر يجيوب يمد بفجرك دوره شجع كذا وقف بعرفة لما هاد أم بواب الجوجي ودافت عذر يكون دافت أم عذر غير كيس يكون دافت تاتراب تحلل أمرك وحلاله وبعمل عمرة نوكو حلاله هاد فيأتي بدواف ومقول الله إماها إيه وسعي هاد إن لم يكن سعى بعد الدواف القدوم هاد ساسر ساعات عمرة أمرك وحالي ده عمرة الفوات آلي عمرة الفوات آلي وحال اسكو حجيه ولا يرادا عمره عمره ما تقانا لبا تحلله عمره هل تحلله لهد موين هل تحلله او طواف على سميه سعي على سميه حلق على سميه خلاص وانا دبات عمره لبا تحلل ايدا كجرت مرك عمرته فواد الله او نكاني فياتي بي وخي ودينا ولا ما مركي هور وخي كحلالو عمره كحلالو مو مركاس تحلل الاول اسكو جوا هذه سعي دينا سعي وجريها هذو طواف اي سعي هسه حلق دينا حلق وجريها كي كد النبي صلى الله عليه وسلم تحلل الثاني ساسو كغلا معنا وعليه على الذي كي دشي سو هذا فاتور وقوف وقف كد الق الله يا هذا فور سدق دغ سو قال فرضا كان هاي نسك عمل كيسي او نفلا سنه هاي وانما يجب القضاء هو واجب في فواتر هو واجب لم ينشا ان كد لنا عن حسن الشريطات اف ان احسر شخص على الشر وكان لو طريقنا اصول هذا غير التي ان هين وقع الحصر فيها او كد عواد لزمه وحكو واجب سلوكها طريقه سنه قاد وان علم ولو علم الفوات هب اوغادات اف ان ما تهدو دينته لم يقضى عنه لقى قلي ما يات في لا صحه ده وعليه دجي سو هذا مع الغضائن الهدي يا هذا عليه ياسي ونقي على من فاته الوقوف بعرفه وتحلل بعمل عمره ناسي ونقي سعد وعليه دجي سنا مع الغضائن الهدي يا هذا ويوجد على الا في بعض النسق زياده على الهله وهي ايضا وحيتا ومن قفكي ترك كتغ ركن او مما كي كميد يتوقف عليه ما الحج وكتغن لم يحل من احرابي حرشدي سك على له ما حتى ياتي به ركن ولا اكل ولا يجبر لمن ركب ذلك الركن بدم يديق لمن ركب
ومن ترك واجبا قفك كتجاو من واجبات الحج كمنا لازم الدم يكون واجبا وسياتي ورانا ما دون بيان الدم ديك عدينتي سنانا ما دون تغاد وفصل كصوصات. ومن ترك سنة قفك كتجاو من سنن الحج كمنا لم يلزم هو واجب ما بتركها سنة كتجتان كذي شيء هو واجب ما يود. وظهر وحكذا ظاهر من كلام المدن من كلام جيزة الفرق يا ظاهر بين الركن والواجب والسنة فرق يقول حي واجب هي السنة هي الركن أكذا ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم.